طبعا هنا وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي على الهواء مباشرة ان لله وإنا إليه راجعون هذه هي منيرة حمدي كانت رغبة تغني أغنية اسمها ابعد عن عيونا قامت تستعد للغناء كما ترون كما ترون قامت تستعد إلى الغناء وهذا ما كان أتمنى الدعاء لها أتمنى من الجميع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة إنا وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته